الاسم عوض محمد مصطفى ملحم من قرية عنين قضاء جنين. بعمل بالزراعة، متزوج ولي 10 أبناء، امتلك حوالي 40 دونم أرض مشجرة بأشجار الزيتون كافة. الزراعة هي أساس الحياة، لأنه الإنسان بدون زراعة ما بيعيش. لأنه أنا بحس لما أنتج زيت وزيتون وبطعم الناس أو ببيعه، إنه أنا بساهم في الحياة في المجتمع، وبساهم بحياتي وحياة الناس وحياة أبنائي. شجرة الزيتون كالابن، يعني تربيها كما تربي ابنك، ولذلك هي تعز عليك كما يعز الولد على أبيه. فأنا بعتبرها كعبارة عن إنسان بربي صغير بيكبر بنتج. فشجرة الزيتون بالنسبة لي هي حياتي، هي مثل أحد أبنائي، بحس في الحياة وهي تكبر وأنا أراها تكبر وتترعرع. شجرة الزيتون بحس بالراحة النفسية والطمأنينة، وعندما تنتج بحس كأنها ولد من أبنائي أنتج وأصبح ينتج ويطعمني. تغير المناخ يعني بضر بالشجر وبالعالم كله، لأنه حسينا أنه صار المطر أقل، نسبة المطر تقل، وكذلك عطاء الشجر يقل، وصارت تتغير مواسم الإزهار والنضج. يعني كان النضج بشهر 11 صار بشهر 10، فلذلك صار تغير هناك وكل إنتاج، صار كل إنتاج الزيتون واللوز وجميع الأشجار. يعني حوالي 30% تغيرت هذا الإنتاج، وتغير الشجر. يعني حتى الشجر صار كان يظل أخضر أخضر، صار اليوم الشجر تحس فيه على يباس. نعم صحيح، نتحدث في أمور تغيرات المناخية، لأنها صارت تأثر علينا ونلمسها على الواقع الحياتي. فلذلك نتدارس كيفية تجنب التغير المناخي، ولكن هذا يعني بده دول عظمى اللي تشارك فيه من ناحية الصناعة، المصانع وضبطهن، والمواد الكيماوية اللي برموها هي إنها بدها ضبط مشان المناخ يرجع إلى طبيعته. نعم صحيح، التربة صرنا نحسنها عن طريق الزبل الطبيعي. يعني كل سنتين ثلاثة بنجيب زبل طبيعي، بنفرد الأرض، بنحرثها، ومنجدد عملية التزبيل اللي هي الزبل الطبيعي، هو الأساس اللي بيعطي التربة بتغيرها وبيعطيها، بظل يعني الشجرة تتغذى بشكل ممتاز. نعم صحيح، أنا كنت أشوف أبوي وسيدي كانوا يأخذوا الزبل على شاكم على الحمير، ينقلوها ويحطوها حوالين الشجر ويبنوا عبارة عن حجار مشان تظل الزبل على كاع الشجرة وتظلها الشجرة تستفيد منها. فأنا بقلدهم في هذا الموضوع، وبهتم باللي كنت أشوفه من أبوي وسيدي في الموضوع هذا من ناحية الشجر والاهتمام فيه، من ناحية الزبل وكيفية التزبيل وكيفية الاعتناء بالشجرة. احنا في 2006 انا كنت من المشتركين الاوائل في جمعية فلسطين للتجارة العادلة، وتأسست تقريبا 2006 2008، بهذا 2006 تقريبا انا كنت احد الاعضاء المؤسسين، يعني من البدايات. هذا كان عندنا مشاكل رهيبة في تصدير الزيت، او وين نروح فيه. يعني كان الإنتاج وافر وفيش عملية البيع، كانوا التجار الإسرائيليين وبعض التجار للأسف العرب يستغلونا. كان كيلو زيت يأخذوه منا بعشرة شيكل وبثمانية شيكل، ما يجيبش هم قطفه. فلذلك
الله أنقذنا في التجارة العادلة وأجت الجمعية صارت تأخذه بأسعار ممتازة أو يعني جيدة جدا مليحة. استفدنا منه، حسن وضعنا الاقتصادي، حسن حياتي الاجتماعية، صرت يعني أنا أحس أني بنتج، عندي دخل من الزيتون، صار عندي دخل، حسن وضع أو ابنائي، تعليم ابنائي، بيتي، من جميع استفدنا من جميع، حتى يعني الواحد اللي بده الأكل تغير، لأنه صار في مادة وصرت أحس إنه في إنتاج وفي مصاري. أنا كنت يعني عامل وبشتغل بإسرائيل ومعايش أول بأول، وبعدين توجهت إلى استصلاح الأراضي لما صار الجدار ومنعونا من دخول إسرائيل. توجهت نحو الأرض في 2003، فعمرت ما يقارب 40 دنم زيتون، والآن أنا من كبار المزارعين في القرية. وهذا الحكي يعني أنا بحس حالي إني الحمد لله وضعي المادي جيد وحياتي جيدة أحسن من العمل. التحديات هي تحديات الإسرائيليين في الدرجة الأولى، يعني أنا إلي أرض خلف الجدار. أنا من 2006 إلى 2008 ما دخلتهاش، فيش تصريح، ممنوع دخول عليها. أنا حوالي 20 دنم صاروا يفلتوا الأبقار والأغنام خربتهم. هاي تحديات على المستوى الجدار والإسرائيليين. احنا بنشكر الشعب البريطاني كافة على دعمهم وعلى استيرادهم لمنتوج الزيت اللي بيحسن وضعنا الاقتصادي، وهم بيساهموا بثباتنا وصمودنا على الأرض في حال إنهم قاموا بشراء واستيراد هذا الزيت، وبنشكرهم إنهم يعني حسنوا وضعنا من جميع الجهات، وإن شاء الله إنهم بيظلهم يأخذوا زيتنا.